بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اليوم بإذن الله تعالى في رحاب سورة جديدة عظيمة، هي سورة القمر، وهي سورة مكية كلها، وعدد آيها 55 آية. في مطلع سورة القمر ينبهنا الله عز وجل للاستعداد للقائه. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني اقترب يوم القيامة، هيئوا أنفسكم لهذه الساعة، فهي يوم الحق، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويوم يأخذ كل ذي حق حقه، فلكل منا ساعة تأتي قبل يوم القيامة، فالأولى أن يستعد الإنسان لساعته، ساعة فراقه الدنيا ولقائه ربه. بماذا يجب أن نستعد لهذه الساعة؟ يجب أن نستعد بمعرفة الله ومعرفة كتابه ومعرفة سنة نبيه، وبالعمل الصالح اتجاه خلقه، وبالتضحية وبالتوبة والاستغفار والدعاء. فالله سبحانه ما فتح لنا باب التوبة إلا ليتوب علينا، وما فتح لنا باب الاستغفار إلا ليغفر لنا، وما فتح لنا باب الدعاء إلا ليستجيب لنا. أما الذين طالبوا خرق النواميس مثل حادثة انشقاق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، غاب عن هؤلاء أن القمر أعظم من انشقاقه، ورغم انشقاقه فرقتين يتعنتون لعدم رغبتهم أن يصغوا إلى الحق، فهم يردونه دائما لكي لا يقيد حركاتهم الشهوانية. اختاروا الدنيا وزينتها ومتعها الرخيصة. قال تعالى: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فالذي لا يريد أن يصغي إلى الحق مهما كانت الآية باهرة يعرض ويقول سحر محكم. وهذا ما يقع في زماننا هذا عند بعض الناس الذين لا يقبلون الحقائق، يفرون من المسؤولية ويلبسونها لفلان، مقتنعين أنه أوقع بهم سحرا، وأن لهم أن يعرفوا أن كل الأحداث التي يعيشها الإنسان ما هي إلا ابتلاء من الله وحده، لتسجل في صحائفنا كيف تعاملنا مع هذا الابتلاء، هل بما يرضي الله أو بما يرضي أهواءنا. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. هؤلاء الذين يتبعون أهواءهم حياتهم عبث، ليس في اعتقادهم حساب ولا مسؤولية. أما من آمن بأن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا، وأننا سوف نسأل ونحاسب، وسوف يقتص منا واحدا واحدا، وسوف تسوى الحسابات وتؤخذ المظلمات ويدفع أصحابها الثمن غاليا، إيمانه هذا هو الذي جعله يخالف هواه ويستقيم على أمر الله. أما قوله تعالى وكل أمر مستقر، فهذه آية دقيقة جدا، أي أن الأمور تستقر على الصحيح وعلى الحق، فالظالم تدور الدوائر عليه،
والمخادع يخدع نفسه، والذي يمكر لا يمكر إلا بنفسه، والله عز وجل يدمر الظالم وينصر المستقيم ويرفع مكانة الأمين ويكشف الكاذب والمنافق، والعاقبة للمتقين والنهاية مع المؤمن، واستقرار الشيء دليل على إتقان صنعه. قال تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. هذا القرآن الكريم فيه قصص الأنبياء السابقين، وفيه قصص أقوامهم المكذبين، قوم عاد وثمود وقوم تبع وأصحاب الأيكة وقوم نوح ولوط وإبراهيم، كيف كذبوا فأهلكهم الله. فرسالة سورة القمر هي: انظر إلى نقمة الله على الأمم المكذبة من قبلك، واختر أن تتبع طريقهم أو أن تبتعد عنهم. يلاحظ أن هؤلاء المنحرفين سبب هلاكهم هو التكذيب، لذلك نرى أن ذكر العذاب كان مقرونا بكلمة كذبت عاد، كذبت ثمود، وأن كل قوم يكذبون الله ورسوله دون أن يتدبروا آياته يأتيهم العذاب ويصيرونهم أنفسهم آية لقوم آخرين. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. الإنسان له دافعان، دافع العقل ودافع الشهوة، كما قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فمن استجاب لدافع الشهوة مشى في طريق الهلاك والشقاء، ومن استجاب لدافع العقل فهو في طريق النجاة. فعلى الإنسان أن يقف موقفا متحديا لاختيار موقفه. الله عز وجل يعد العصاة بالنار، فما موقفك أنت؟ وما موقفك أنت؟ وهل أنتم مصدقون لهذا الوعيد أم لا؟ الإنسان إن لم يتخذ قرارا من أعماق أعماقه بطلب الحقيقة ومعرفة الله، فلا ينفعه شيء ولو كانت الآيات تحيط به من كل جانب، ولو أن الأحداث كلها تؤكد حقيقة الدين، فإنه لن يستمع إليها. والإنسان عندما يعصي الله يصير محاصرا في زاوية ضيقة، لذلك قال تعالى: فتول عنهم، أي دعهم لي يا محمد، فحبهم للدنيا أعماهم وأصمهم. وهذا كلام فيه تهديد، أي إن صموا أذانهم عن سماع الحق ولم يستجيبوا لك فاتركهم لي، فإنه ينتظرهم يوم عسير. قال تعالى: فتول عنهم، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. الحقيقة خطيرة جدا، فخيار الإنسان مع الإيمان يجب أن يكون قبل فوات الأوان. نحن إن لم نؤمن فجميع الحقائق التي يعرضها القرآن الكريم سوف نراها رأي العين عند مغادرة الحياة. وتمر الآيات ونرى أن التعقيب على كل قصة من قصص الأمم السابقة قد احتوى على نفس الكلمات،
فكيف كان عذابي ونذور؟ العذاب يأتي قبله إنذار، وهذه القصة إنذار لنا من الله عز وجل. فالإنسان العاقل يبادر إلى طاعة الله والصلح معه والإنابة إليه كي ينجو من عذابه. فالعذاب تحقق لهؤلاء الأقوام، فلنعمل على معرفة سبيل النجاة منه واتباع هذا السبيل. أما قوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أثناء الحديث عن هلاك المكذبين تبين أن القرآن هو السبيل للنجاة من العذاب، وأن القرآن ميسر للناس حتى يتدبروا آياته ويتعلموا منها. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الإنسان يندم أشد الندم عندما يكشف بعد فوات الأوان أن كل سعادته كان بإمكانه أن يحققها بمعرفة كلام الله، ولكن كلام الله كان عنده مهجورا. تلك حرقة في القلب إلى أبد الأبدين. وإن القرآن الكريم منهج ربنا عز وجل، وهو بين أيدينا ونحن أحياء، فهل من مدكر؟ لكن هناك آيات دقيقة هي مفتاح كل هذه القصص السابقة للمكذبين، وكذلك لكل زمان ومكان. أهلك الله هؤلاء الأقوام بتكذيبهم، فلا بد من أن نهلك إن خالفنا واتبعنا أهواءنا. وهذا هو مغزى قوله تعالى أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. أما قوله تعالى أم يقولون نحن جميع منتصر، المنحرف إذا رأى جل الناس على ما هو عليه متبعون للشهوات يشعر بطمأنينة ناتجة عن كثرة العصاة حوله، ويقول لك أكثر الناس هكذا، فهل من المعقول أن كلهم على خطأ؟ هل كثرة المنحرفين يعفين من العقاب؟ وهل معنى هذا أنه الحق؟ الحق حق والباطل باطل. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن. فعلى الإنسان المؤمن ألا يأنس بكثرة المنحرفين، لأنه سيهزم الجمع ويولون الدبر. فمن كان على شاكلتهم ومن كان مثلهم فالقاعدة واحدة لكل من كذب واستكبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ودائما فكرة الاختيار تتبعنا في السورة، فبعد قوله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر، انتهت السورة بقوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذا هو إكرام الله للذين اتقوه في الدنيا والتزموا منهجه وتقربوا إليه بخدمة خلقه. وكأن الله عز وجل يذكرنا على اختيار الطريق الصحيح بهذا العرض،
بين المجرمين والمتقين بالتزام طريقه وتعهد القرآن بالتدبر حتى نتعرف عليه ونأمن عذابه ونختار طريق الرشد. أقول قولي هذا، وشكر الله لكم استماعكم، وبارك الله فيكم.